إيمان خليف على موعد مع التاريخ عندما تواجه التايلاندية جان جيمس ونافينغ المصنفة الثامنة في الترتيب العالمي. فخر الجزائر وصاحبة المركزية الخامس في أولمبياد طوكيو 2021 ستلاكم بملعب رولان غاروس من أجل بلوغ النهائي وتحقيق الميدالية الذهبية التي ينتظرها الشعب الجزائري على أحر من الجمر، وكذلك للرد بقوة على تكالب الاتحاد الدولي للملاكمة الساعي لتحطيمها بكل الطرق الممكنة بإعاز من المخزن. ابنة مدينة تيارت التي تعرضت لحملة تنمر واسعة فاقت الحدود وتجاوزت قيم الروح الرياضية وكانت عرضة لمؤامرة خبيثة من أطراف تعادي الجزائر، ستحاول تجاوز منافستها ومواصلة الحلم الذي يعيشه الجزائريون بكل جوارحهم. خليف وبفضل صبرها وتفانيها في رفع علم الجزائر عاليا كسبت حب الجزائريين وحولت البوصلة من كرة القدم إلى الملاكمة، فأصبحت المقاهي والبيوت تمتلئ لمناصرتها. فأسعدين اليوم يا إيمان. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.